بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله منهج او دروس الرياضيات للصف الاول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2016-2017. معاكم ناصر سامي. احنا هنبدأ ان شاء الله نشتغل. خلصنا احنا كده وحدة الجبر، وخلصنا وحدة المتجهات، وهنبدأ ان شاء الله في الوحدة الخامسة اللي هي وحدة حساب المثلثات. الناس كانت طلبتها كتير جدا جدا، هنبدأ فيها ان شاء الله في هذا الدرس. الدرس الاولاني بيتحدث عن المتطابقات المثلثية. المتطابقات المثلثية عندي تعريفين مهمين جدا جدا من اساسيات تعريف الرياضي. التعريف الاولاني وهو المتطابقة، التعريف الاول وهو المتطابقة، التعريف الثاني وهو المعادلة. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين المتطابقة والمعادلة؟ الاثنين انهم متساوية. يعني ايه متساوية؟ يعني عندي طرف ايمن يساوي طرف ايسر، دي بسميها متساوية. لو كانت هذه المتساوية صحيحة لكل قيم المتغيرات، صحيحة لكل قيم المتغيرات، بسميها متطابقة. إذا كانت هذه المتساوية صحيحة لبعض قيم المتغيرات فبطلق عليها معادلة. يعني مثلا لما أقول لك جاثيتا تساوي نص، يبقى إيه يعني مثلا لو أنا عوضت عن الستة دي بتسعين هل هتصبح صحيحة؟ لا، يبقى 90 ديت لا تقبلها، يبقى انا بطلق عليها ايه؟ يبقى هي بتقبل الثيتا بتساوي 30، يبقى الثيتا بتساوي 30، او اضيف عليها دورات، او اضيف عليها دورات. فلذلك بطلق على دي ايه؟ معادلة. ليه؟ لان بعض القيم لا او غير معرفة في هذه المعادلة فبطلق عليها متطابق. ان لما اقول لك جا باي على الاتنين ناقص جا 90 ناقص سيتا بتساوي جتا سيتا، دي صحيحة لكل قيم سيتا، اي قيمة لسيتا هتحطها هتلاقي الايه؟ هتلاقي هذه العبارة صحيحة، فلذلك بطلق عليها متطابقة. اي من العلاقات الاتية تمثل معادلة وايها تمثل متطابقة؟ يبقى جتا ثيتا بتساوي جذر ثلاثة على الاتنين ديت معادلة، لان صحيحة البعض فقط. زتا ثيتا بتساوي كذا، يبقى دي معادلة، وهذه متطابقة، وهذه متطابقة. دائرة الوحدة هنرجع لها، بس انا عايز اقول لك بعض الحاجات المهمة في دائرة الوحدة. دائرة الوحدة ان هذه الزاوية هنا كام؟ صفر او 360 درجة، يبقى صفر درجة او 360. النقطة دي احداثيتها، احداثيتها واحد وصفر. الاحداث الاول بنطلق عليه جتا الزاوية، بلاش جتا سيتا، يبقى هنا جتا الزاوية وده جا الزاوية، يبقى الاول احداثي جتا وتاني احداثي الجا. النقطة ديت احداثيتها هيبقى ايه؟ صفر وواحد. النقطة ديت سالب واحد وصفر، النقطة ديت هيبقى صفر وسالب واحد. الزوايا ديت صفر وتلتمية وستين، الزاوية دي تسعين، الزاوية دي مية وتمانين درجة، الزاوية ديت ميتين وسبعين درجة، ميتين وسبعين درجة. وانا شرحت دائرة الوحدة، يا ريت ترجع لها بشكل كبير في الدروس الترم الاولاني. دروس الترم الاولاني شرحتها بالتفصيل، مهمة جدا 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 ان انت ايه ترجع لهذه الدروس قبل ان تخوض في هذه في الدرس ده. طيب. المتطابقات المثلثية بقى، المتطابقات المثلثية الاساسية عندي ايه؟ اول حاجة الدوال للمثلثية الاساسية ومقلوباتها، دي معروفة. جا ثيتا واحد على قتا، يعني واحد على قتا يساوي الجا، واحد على قتا يساوي الجا، واحد على قا يساوي الجتا، يبقى قتا جا، قا جتا، ظا ظتا طبعا، يبقى واحد على ظا يساوي الظتا، واحد على ظتا يساوي الظا، قتا عاكس بقى، يبقى واحد على جا، وهكذا. يبقى دي المثلثات الأساسية، الدوال المثلثية الأساسية ومقلوباتها. دوال المثلثية للزاويتين المتتامتين. الزاويتين، عايز اقول لك بس حاجة هنا قبل ما ايه. طيب. الزوايا اللي هي ايه؟ الصفر
و 360 و 180 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انعكاس للنقطة، انعكاس للنقطة. وانت عارف الانعكاس بيحافظ على الزوايا، بيحافظ على الزوايا، لكن هيختلف ايه؟ هتختلف في الاشارة، يعني هي نفس الزوايا ولكن اختلاف فقط في الاشارة. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك ان النقطة ديت الزاوية سيتا ديت بمقدارها كام؟ يبقى انا مقدارها 90 ناقص سيتا، 90 ناقص سيتا، يبقى بتقع في الربع الاول. طيب الزوايا اللي بتقع في الربع الثاني ممكن اقول 90 زائد سيتا او 180 ناقص السيتا اللي بتقع في الربع الثاني هنا، يبقى 180 زائد السيتا او 270 ناقص السيتا. طب هنا 270 زائد السيتا او 360 ناقص السيتا اللي بتقع في الربع الرابع. انا بقسم الزوايا الى قسمين اساسيين، اللي هي الزاوية 360 و 180، 180 و 360، وقلنا 360 والزاوية صفر هي نفسها. 180 و 360 الجا هي الجا، والجتا هي الجتا، والظا هي الظا، والظتا هي الظتا، نفس الزاوية ولكن بتختلف فقط في الإشارة، بتختلف فقط في الإشارة، يعني نفس الزاوية ولكن الاختلاف في الإشارة، عشان بس تفهم الدنيا ماشية ازاي. طيب الزاوية 90 و 270، الزاوية 90 و 270 هي عبارة عن دوران، 90 و 270 الدوران، الدوران بيتغير في ايه؟ انا لو عندي النقطة س وصاد، لو انا دورتها ب 90 او 270 ب 90 هتبقى ايه؟ هتبقى بتتغير الصاد مع السين، يعني الصاد هتتغير مع السين وبغير اشارة الصاد، ده دوران بمقدار 90، ده دوران بمقدار 90، بمقدار 270 هيبقى سالب صاد وسالب سين، سالب صاد وسالب سين. ايه معنى كلمة الدوران ديت؟ معناها ان الجا تصبح جتا، اي السين هي الجتا بقت صاد يبقى اصبحت جا، طيب الصاد بقت جا بقت سين يبقى اصبحت جتا. معناته ايه؟ معناته ان الجا تصبح جتا، ان الجا تصبح جتا. طيب ايه فكرة الاشارات دي؟ حسب الربع اللي موجود فيه الزاوية. يبقى في التسعين والمئتين وسبعين سواء زائد او ناقص، يعني 90 زائد السيتا او 90 ناقص السيتا، 90 زائد السيتا او 90 ناقص السيتا، الجا بتتحول لجتا، والجتا بتتحول لجا، والظا بتتحول لظتا، والظتا بتتحول لظا. ايه الفرق؟ فقط الاشارة. يبقى انا بضيف تا او بحذف تا، يعني فيها تا بشيلها، لو ما فيهاش تا بحط لها تا بالنسبة لل 90 و 270. ال 180 وال 360 والصفر ملاش اي علاقة، الجا تصبح جتا، والجا تصبح جا، والجتا جتا، والظا ظتا، والظا ظا، والظتا ظتا. ماشي؟ طيب خلاص، يبقى انا ما بغيرش الزاويه، ولكن ايه اللي بيتغير؟ اشاره حسب الربع اللي موجوده فيه الزاويه. يا ريت، لان دي نقطه في منتهى الاهميه، لو فهمتها المثلثات بالنسبه لك هتبقى بسيطه وسهله. طيب خلاص بقى، انا هنفذ بقى على 90 دي. 90 جا 90 ناقص سيتا، يعني تقع في الربع الاولاني، الجا هتصبح جتا يبقى جتا سيتا. طبعا هنا ملاحظ انت ايه؟ طالما الربع الاولاني مفيش ولا سالب، لينا ان الربع الاولاني الظا 90 ناقص سيتا يبقى ظتا سيتا، ظتا سيتا، يبقى دي 90. خلاص، السيتا بقى وسالب سيتا عشان تفهمهم بالمناسبه، السيتا السالب سيتا اعتبرها ايه؟ صفر سالب سيتا، جا هيت صفر سالب سيتا، هيديك سالب سيتا، يعني هيديني جا. خلاص كده، هيديني ايه؟ جا، جا سيتا، بس السالب ديت مش مالهاش علاقه بقى، يبقى انا باخد الزاويه، يبقى هتديني ايه؟ جا سيتا. جتا صفر ناقص سيتا يديني جتا سيتا، ما الصفر زي ما قلنا قبل كده. طيب ايه اللي هيختلف هنا؟ انها بتقع في الربع الرابع، الربع الرابع ايه؟ الاشاره فيه الموجب فيه، الموجب فيه جتا والقا الموجب، يعني لو انا قلت لك جتا سالب سيتا هيديني جتا سيتا، يعني موجبة. الجا سالب سيتا، الجا في الربع الرابع سالبة، يديني سالب جا سيتا، سالب جا سيتا.
يبقى انت فاهم على هذه الاساس ان السالب سيتا عبارة عن ايه؟ صفر سالب سيتا. وجيب بقى قلنا الصفر ايه، يبقى هيديني السيتا على طول، السيتا، واشوف الاشارة حسب الربع اللي بتقع فيه، هو الربع الرابع، الجا والقتا والجتا والقا هما الموجبين، وبقيت الايه، وبقيت الزوايا سالب. ماشي كده، السيتا وسالب سيتا، السيتا وسالب سيتا فيها اي مشاكل؟ ماشي. هنا ما حد يقول لي ان دي سالب سيتا، ما هي جا جا سيتا بتساوي جا سالب سيتا او سالب جا سيتا. طيب في حاجات احنا عديناها ولا ايه؟ خلاص بقى، يعني هي هترجع الزاوية 180، احنا قلنا شرحنا ال 180 وايه وال 360 والزاوية 0 وال 70 وال 270، دي كلها ايه؟ كلها بسيطة وحاجات ايه؟ وحاجات سهلة جدا جدا. طيب حتى لو انا ايه ما ذكرتهاش هنا فهتبقى بسيطة بالنسبة لك. نيجي بقى للقوانين المهمة جدا جدا اللي هي أساس الدرس ده، يبقى أساس الدرس ده شوية القوانين دول. طيب هل أحفظ القوانين؟ حفظتها كنبها، بس لو انت اتلخبطت يبقى تعرف تثبت القوانين. تعرف اثبت القوانين ازاي؟ يبقى انا ايه اثبت القوانين ازاي؟ انا عندي القانون الاساسي، قبل ما نحل المساله دي، القانون الاساسي بيقول ايه في فيثاغورس هنا؟ ان دي السين تربيع ده ايه؟ ده صاد وده سين، معناته ان حسب فيثاغورس سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي واحد. سين تربيع اللي هي جتا ثيتا، جتا تربيع ثيتا، وصاد تربيع جا تربيع ثيتا يساوي واحد. ده القانون الاساسي اللي عندي. يبقى القانون الاساسي اللي عندي ايه؟ ان جا تربيع ثيتا زائد جتا تربيع ثيتا بتساوي واحد. ده القانون الاساسي اللي اعرفه. عايز تحفظه احفظه، عايز تستنتجه استنتجه. بقيه القوانين كلها بستنتجها من هذا القانون، بقيت القوانين بالكامل بستنتجها من هذا القانون. يعني مثلا لو انا قسمت على جا تربيع سيتا، اما اقسم كده على جا تربيع سيتا يبقى ادي جا تربيع سيتا، وهنا ادي جا تربيع سيتا يساوي واحد على جا تربيع سيتا. تمام، ده يديني ايه؟ واحد. يبقى واحد زائد ده ظطا، يبقى ظطا تربيع سيتا، ظطا تربيع سيتا، واحد على جا تربيع سيتا يديني ايه؟ قتا تربيع سيتا. وده قانون استنتج منه ايه القانون ده؟ ان انا ممكن لو طلعت الظطا هيديني ايه؟ يبقى قتا تربيع سيتا ناقص ظطا تربيع سيتا يساوي واحد. ادي قانون تاني. يبقى ادي القانون الاولاني اللي هو جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا يساوي واحد. ده القانون الاولاني اللي انا ايه احفظه واعرف بستنتجه ازاي. بالقسم على جا تربيع هيديني قتا تربيع سيتا زائد ظطا ناقص ظطا تربيع سيتا يدينا واحد، وواحد زائد ظطا يدينا قتا. طيب وقتا تربيع ناقص الواحد، لو انا طلعت الناقص واحد هيديني ظطا، يبقى ظطا تربيع سيتا بتساوي قتا تربيع سيتا ناقص الواحد. وهكذا بقى، انا ممكن في 3 دقايق بالظبط كده اقدر استنتج كل القوانين. لو قسمت على الجتا القانون ده، لو قسمت على الجتا هيبقى جا على الجتا بظا، يبقى ظا تربيع سيتا زائد الواحد تساوي واحد على الجتا بقا، يبقى قا تربيع سيتا. يبقى انا ملاحظ هنا قتا ظطا، هنا ايه؟ ظا قا، يبقى قا تربيع سيتا هتساوي ظا تربيع سيتا زائد الواحد. طب عايز الظا تربيع سيتا، يبقى ظا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا ناقص الواحد. طيب القا تربيع سيتا لو انا طلعت الظا هنا، يبقى قا تربيع سيتا ناقص الظا تربيع سيتا بتساوي الواحد. قا ناقص الظا تربيع سيتا بتساوي الواحد. ده قانون برضو في منتهى الأهمية. وهكذا، دول الأربع قوانين اللي عندي أو الخمس قوانين اللي عندي، بس مفيش غيرهم. يبقى أنا عندي جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا تساوي واحد. لو قسمت على الجتا هيدي، لو قسمت على الجا، خلينا في الجا، الجتا هيدينا واحد زائد جتا، جا على الجتا بظا، يبقى ظا تربيع سيتا واحد على الجا الجتا بقا تربيع سيتا. ده القانون الأول أنا أقدر أستنتج منه أي حاجة تاني. يعني واحد زائد ظا تربيع سيتا تساوي قا تربيع سيتا. انا ما بحفظش بالمناسبه، فانا هنرجع للقوانين دي لو احنا مش ايه محتاجنا. يبقى واحد زائد ظا تربيع سيتا بتساوي قتا، ظا قتا، ظا قا، الظا سيتا جا على الجتا، والظا سيتا جتا على الجا. ماشي، ناخد بقى مثال.
بيقول لي اكتب في ابسط صورة جا ثيتا زائد جتا ثيتا الكل تربيع، تربيع على القوس، ناقص 2 جا ثيتا جتا ثيتا. يبقى انا ممكن افك ده، يبقى انا اقول له ايه بفك القوس يبقى جا تربيع ثيتا. طبعا جا ثيتا الكل تربيع هي هي جا تربيع ثيتا هي هي، يبقى جا تربيع ثيتا زائد 2 جا ثيتا جتا ثيتا، 2 في الاول في الثاني زائد جتا تربيع ثيتا ناقص 2 جا ثيتا جتا ثيتا. ملاحظ ده ممكن يروح مع ده هيديني ايه جا تربيع ثيتا زائد جتا تربيع ثيتا، ده القانون الاساسي بتاع اللي هو بيساوي ايه، هيساوي الواحد. جا تربيع ثيتا زائد جتا تربيع ثيتا بيساوي واحد. طيب بيقول لي ضع كل من المقادير الآتية في أبسط صورة، طبعا احنا نحل اللي نقدر عليه. يبقى واحد على جتا تربيع ثيتا، واحد على جتا تربيع ثيتا بكام؟ بقا تربيع ثيتا، ناقص واحد على ظتا يبقى ظا تربيع ثيتا، ها قا تربيع ثيتا ناقص ظا تربيع ثيتا بكام؟ بواحد. بس خطوة واحدة، في خطوة واحدة قا تربيع ثيتا ناقص ظا تربيع ثيتا بيساوي الواحد. القا ناقص الظا بواحد، القتا ناقص الظتا بواحد. طيب المسألة الثانية جتا دي كام؟ 180 على 2 90. جتا 90 ناقص ثيتا خلينا نبدا الاول، الجتا 90 ناقص الثيتا في الربع الاولاني يبقى موجب، يبقى هيديني جا ثيتا. تمام. طيب وقا 90 ناقص الثيتا برضه في الربع الاولاني، القا هتصبح ايه؟ قتا، يبقى قتا ثيتا، يبقى جا ثيتا قتا ثيتا، ما فيهاش اي مشاكل هنا، ما فيهاش اي حاجه. بس هنا ايش؟ القتا، القتا ثيتا عبارة عن ايه؟ واحد على جا، يعني ما قبل ما نسيبها يبقى جا ثيتا في واحد على جا ثيتا، ما جا ثيتا بقتا ثيتا، دي ما راحت مع دي يدينا ايه؟ يدينا الواحد، ما تنساش برضو الايه؟ القاعدة دي. طيب التالتة جا 90 ناقص الثيتا بجتا ثيتا، كله في الربع الاولاني موجب، على جتا دي ايه دي؟ 2 يعني 360، 360 ناقص ثيتا في الربع الاولاني، في الربع الرابع، الربع الرابع الجتا موجبه، يعني هيديني ايه؟ جتا ثيتا برضو، جتا ثيتا، يبقى جتا ثيتا على جتا ثيتا يدينا ايه؟ يدينا واحد. فكره الاربع والاشارات دي في منتهى الاهميه، ممكن تضيع لك المساله عشان اشاره. عند اثبات صحه المتطابقه ببسط الطرف الايمن و ابسط الطرف الايسر واشوف هل هيتساوي مع بعض ولا مش هيتساوي مع بعض. يبقى انا بقول ايه؟ الطرف الايمن يساوي جتا تربيع ثيتا على واحد ناقص جا ثيتا، واحد ناقص جا ثيتا هنعمل فيها ايه ديت؟ واحد ناقص جا ثيتا طيب خليها زي ما هي ناقص على جا ثيتا. طيب الجتا تربيع دي ممكن اشوف لها قانون، جتا تربيع بتساوي ايه؟ جتا تربيع ثيتا بتساوي واحد ناقص جا تربيع ثيتا، ما الجتا والجا يساوي واحد، يبقى دي خلاص، يبقى دي مهمه جدا، يبقى واحد ناقص جا تربيع ثيتا على واحد ناقص جا ثيتا. طيب ما ديت بقى نحلها فرق بين مربعين، يبقى واحد ناقص جا ثيتا في واحد ناقص جا ثيتا زائد جا ثيتا، معلش خلاص، فرق بين مربعين، فرق بين مربعين، مربع الاولاني ناقص مربع الثاني، فمربع الاولاني زائد مربع الثاني على واحد ناقص جا ثيتا، واحد ناقص جا ثيتا مع واحد ناقص جا ثيتا يديني واحد زائد جا ثيتا، وده بيساوي ايه؟ بيساوي الطرف الايسر، يساوي الطرف الايسر. سهله وبسيطه جدا، بس محتاجه منك
حبه تفكير وتبص للمساله. يعني هي فكره النظره للمساله دي ان انا بنظر للمساله، ما اقعدش اقول ايه يعني الواحد ناقص جاسي تعمل فيها ايه، طب ما انا ابدا ادور على بدائل بحيث ان دايما يبقى انا عقلي مستقبلي. عقلي مستقبلي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بشوف المساله لو اتحلت بعد كده اعمل فيها ايه. ما هي ده، لا هي فكره العقل المستقبلي ده. العقل المستقبلي بمعنى ايه؟ الجتا تربيع سيتا، طب ما الجتا تربيع سيتا، طب ما انا اجيبها بواحد ناقص جتا تربيع سيتا، طيب ما دي تحل الفرق بين مربعين، طب لما حللت بين فرق بين مربعين هيطير بعض الحاجة. يبقى كده عقل مستقبلي. هي الرياضيات كده، معلش لازم تعود نفسك على هذا هذا التفكير. مثال تاني بيقول لي اثبت صحة المتطابقة ظا سيتا زائد ظا سيتا بيساوي قا سيتا قتا سيتا. يبقى انا ممكن ايه، بدل الظا والظتا والاشكال دي، يبقى انا استخدم الجا والكتا، استخدم الجا والكتا. طيب ناخد الطرف الايمن يساوي ظا سيتا، ظا ايوه بالجا سيتا على جتا سيتا، تمام، زائد الظتا جتا سيتا على جا سيتا. طيب تمام جدا جدا. ايه اللي يحصل بعد كده؟ ممكن اوحد مقامات، نوحد مقامات. لما نوحد انا ما حلتهاش طبعا قبل كده، فانا بنحل معاك بفكر معاك. يبقى جتا سيتا جا سيتا او جا سيتا جتا سيتا مش هتفرق. يبقى ديت على، يبقى جا، يبقى جا تربيع سيتا زائد لما تقسم ديت على دي هيديني جتا، يبقى جتا تربيع سيتا، يبقى يساوي جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا هيدينا ايه؟ واحد على جتا تربيع جتا سيتا جا سيتا. ده الطرف الايه؟ الايمن. طيب ما الطرف الايسر ممكن اخليه بنفس الشكل كده، يبقى واحد على قا القا واحد على الجتا سيتا في القتا واحد على الجا سيتا. لما اضرب واحد في واحد يبقى واحد على جتا سيتا جا سيتا، يبقى الطرفان متساويان يعني يساوي الايمن. تمام، سهله وبسيطه، وانا بفكر في المساله يعني انا ما حلتهاش قبل كده والله ما اعرف ايه، بس انا بفكر فيها. انا بفكر يعني ايه المساله، الظا والظتا دي مش هتوديني في اي طريق، بحولها للجا والجتا وابدا امشي مع المساله. يعني انا دايما امشي مع المساله بس يكون تفكيري صحيح، مش امشي على المساله من خلال تفكير خطا، لا امشي على المساله من خلال قوانين صحيحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الظا والظتا، طيب انا دول مش هيفيدوني في حاجه، يبقى انا احولها للجا والجتا. حولتها للجا والجتا، طيب ما احد مقامات، وحدت مقامات، طلعت الدنيا بقى بدات تظبط معايا. يبقى الدنيا بدات تظبط ايه؟ تظبط معايا. يبقى انا طيب لقيت الدنيا غلط، ارجع اشوف حل تاني. ما الدنيا مش ايه، مش هتقع منك ان انا ايه امشي، لا طالما لقيت الدنيا كلكعت في الرياضيات بالذات وخاصة في مسائل الأساسية، لقيت الدنيا بتكلكع معاك اعرف انك ماشي غلط. يبقى انا ايه، لقيت الدنيا كلكعت. يعني ايه كلكعت؟ يعني لقيت ارقام غريبة ومش هتوصلك للمطلوب، لقيت الدنيا ما بتتحلش بسهولة، خلاص اعرف ان انت ماشي في غلط، او استخدمت قانون غلط، او عندك اشارة غلط، وهكذا. ابدأ اعيد تاني، مش مشكلة، اعيد المسألة تاني مرة واثنين وثلاثة لحد ما ايه، اما اجيب الحل. طيب مثال بيقول لي اثبت صحة المتطابقة. يبقى ناخد الايه، الطرف الايمن. الطرف الايمن واحد ناقص جا تربيع سيتا، واحد ناقص جتا، ايوه جتا تربيع سيتا مظبوط. طيب واحد ناقص جتا تربيع سيتا بجا تربيع سيتا على الظا تربيع سيتا، معايا كده تمام. طيب الظا تربيع دي، ظا تربيع سيتا دي، طيب واحد خلينا نكتبها بشكل اي بشكل اظرف. يبقى جتا تربيع سيتا جا تربيع سيتا في المفروض دي واحد على ظا تربيع سيتا، واحد على ظا تربيع سيتا بكام؟ واحد على ظا تربيع سيتا، احنا قلنا ديت واحد ناقص جا تربيع سيتا بجتا تربيع سيتا مظبوط، واحد ناقص جتا تربيع سيتا بجتا تربيع سيتا، وهنا ظا تربيع سيتا ظا. طيب ما ظا نفسها ديت ممكن نخليها ايه؟
جتا جا على الجتا، ما واحد على ظب ظبطة، خلينا نمشي معاه. يبقى جتا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا، في خلينا نمشي معاها ديت بالظبط تربيع سيتا. طب ايه اللي فادتني؟ ما فادتنيش في حاجه خالص. يبقى جتا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا، في الظبطة، الظبطة ما هي جتا على الجا، الظبطة جتا على الجا، يبقى جتا تربيع سيتا على جا تربيع سيتا، الجا تربيع سيتا مع الجا تربيع سيتا، جتا في جتا، جتا تربيع، يبقى ايه؟ جتا 4 سيتا يساوي الأيسر. جتا 4 سيتا، تربيع وتربيع يعني رباعي، يبقى جتا 4 ثيتا. 1 ناقص زتا تربيع سيتا على 1 زائد زتا تربيع سيتا يساوي 2، جا تربيع سيتا ناقص 1. ناخد الايه؟ ناخد الطرف الأيمن، الطرف الأيمن. 1 ناقص زتا، مفيش قانون، 1 ناقص زتا تربيع سيتا، زتا طبعا لو انت كتبت ظا وهي زتا خلاص المسألة ضاعت عليك. على 1 زائد زتا تربيع سيتا، لو رجعت القانون هيديك ايه؟ قتا تربيع سيتا، قتا تربيع سيتا. خلاص انا ممكن ايه؟ اشيل الزتا والقتا ديت واخليها جا وجتا، يبقى 1 ناقص الزتا اللي هي جتا تربيع سيتا على الجا تربيع سيتا، على القتا بواحد على جا تربيع سيتا. مظبوط جدا كده، جدا كده. خلاص مظبوط مظبوط. القتا بواحد على جا، القتا بواحد على جا، مظبوط. يبقى 1 ناقص جا تربيع سيتا على جا، جتا تربيع سيتا على جا تربيع سيتا، على الواحد على الجا تربيع سيتا، الجا تربيع سيتا 1 ناقص، مظبوط. انا ممكن اقسم، يبقى بيساوي 1 على الواحد يعني هيديني ايه؟ جا تربيع سيتا. يعني لما اقسم ديت على 1 على جتا تربيع جتا، يبقى جا تربيع سيتا تطلع فوق ناقص، لما اقسم دي على ديت يبقى معناتها ايه؟ جا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا على جا تربيع سيتا، لما اقسم على ديت هيدينا جا تربيع سيتا، الجا تربيع سيتا راحت مع الجا تربيع سيتا، يبقى يدينا جا تربيع سيتا ناقص الجتا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا ناقص الجتا تربيع سيتا. هو عايزها بالايه هنا؟ عايزها بالجا، يبقى انا ممكن اعوض عن الجتا، يبقى يساوي جا تربيع سيتا ناقص الجتا تربيع سيتا، عبارة عن ايه بقى؟ 1 ناقص جا تربيع سيتا. خلاص افك القوس ده، يبقى جا تربيع سيتا ناقص 1 زائد جا تربيع سيتا، جا تربيع سيتا وجا تربيع سيتا، يبقى 2 جا تربيع سيتا ناقص الايه؟ ناقص الواحد وهو المطلوب. خلاص عشان الدرس ما يطولش من اكتر من لازم، هسيب لك انا ديت، واي مسألة تقف قدامك ابعتها لي في كومنت وان شاء الله ارد عليك واحلها لك باذن الله. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.